طبعا يا جماعة أول حاجة بنعملها في يومنا بنولع نار لأنه ما في لنا غاز وبنعمل كل إشي على النار. جماعة هلا رح نغلي مية على النار للعجين عشان لازم تكون دافية. طبعا يا جماعة أنا كل يوم بساعد النجود في العجينة. كيف هيك؟ بدير لها مية على العجينة عشان إيش؟ عشان تعجن وكذا. تعلمنا مع بعض على فكرة، أنا صرت أعرف العجينة كويس هلا. كناش نعرف نعمل أصلاً ولا عمرنا فكرنا نعجن، ففي الأحداث هاي بتصير صرنا مضطرين ومحتاجين خبز، فاضطرينا نتعلم ونعجن على إيدينا ونعمل خبز. هاي العجنة كلها. طبعا هي مش كتيرة لأنه كل يوم إحنا بنعجن، ما بنحب نعمل كمية كبيرة تضل، بنعمل كل يوم عشان يضل الخبز كويس وطازة لأنه ما في ثلاجات ولا في حاجة نحط فيها الخبز. جماعة جهزنا هاي النار للخبز زي ما انتم شايفين، راح نخبز هلا عليها. يلا بسم الله. زي كده بنحطه على الشبكة. طلع كيف يا جماعة اللي رغيفها قد بنفش شوية صغيرة وبقلبه على السريع. مع الخبز هيك جاهز. هيو شايفين هيو طلعوا احلاهم. أزكى حاجه يا جماعه لما ناكل خبز طازه يكون زي هيك.